ايش يجري؟ شد شد ووو السلام عليكم الناس الكل واهلا وسهلا بكم. عيد اضحى مبارك وكل عام وانتم حيين بخير. كما تعرفوا شباب في عيد الاضحى اغلب العائلات تتجمع وتعمل اضاحي، فما بعض العائلات ما في حالهاش وما تقدرش انها تضحي. اما في سنه 2024 الحمد لله بفضل الله ثم بفضلكم ثم بفضل شركه جارينا وبفضل الحدث اللي نزل في لعبه فري فاير واللي هو التبرع بالتوكن، قدرنا ان نجمعوا 50 خروف. ال 50 خروف باش يتوزعوا على 5 دول: تونس، المغرب، الجزائر والأردن والسعودية. وأنا في تونس باش نكون المسؤول على توزيع العشرة خرفان اللي باش نوزعوهم على عائلات محتاجة. سو شباب، هذه الشاحنة اللي باش نهزوا فيها العلالش إلى أصحاب الحق، وهذه شاحنة الفلاح اللي باش نعبيو منها العلالش للشاحنة هذه ونتحركوا ديريكت للعائلات. أيجا أي أي حصر 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 كالما 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 يا دي يا قمودي يا دي يا ايش يجري شن شن ووو شهرب الاولاد ان شاء الله نجموا نسترجعوه. يا بوي ايش يجري يا صاحبي؟ دخول قمودي ويلي ويلي متريني العلوش هذا شكله. صاحبي برجوليه قطع لي انفس. A few moments later. شباب الحمد لله بعد عناء طويل جنا نحصروا العلوش. هبطونا اخوي اعطينا هنعبيه مع اخواته. ويلي ويلي ملا وحيد يا مصلي على النبي قداش يجري يا ما شاء الله عليه. هاي خلينا نطلعوها مع اخواته وي 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 هاي طيب ايش بعد اخواته؟ فشلت عملية الهروب الماكر. هاي برا تحرك وي شباب، رانا تحركنا باش نخرج الكاميون قدامي باش نمشيو للعائلات على طول. باش نحاولوا لماكسيمو ان ما نظهروش الهوية بتاع الناس المستلمة للخرفان هذايا احتراما لهم، وان شاء الله ربي يجعل الشيء هذا في ميزان حسناتي وحسناتكم. بالله حاجه باهيه هذيك شركه فري فاير ان تخمم بالمسلمين. الحمد لله ديما تخمم فينا فري فاير في الايفنتوات، كما تعرفوا في كل عيد تفرح فينا في الايفنتوات، هذه فرحه باهيه. ونجمنا احنا تو بالحاجه هذه باش نجموا نفرحوا 10 عائلات خويا كان ما كانتش باش تضحي العام السنه هذا. العلوسه ولا مروان وي فاموس شباب وصلنا زوز اضاحي في فرحه فري فاير، تبقوا 8 اضاحي باش نمشيو نوصلوهم تو نمشيو نتعداو ل 8 عائلات اللي مازال. تو شباب وصلنا للعائله الثالثه، حنهبطوا لها بالعلوش نتاعها. اي بابا تفضل. اي فرحه مبارك مع فري فاير. اي سنين ديما وتوا شباب وصلنا للعائلة الرابعة، خلينا نمشيو ونعطيوهم الخروف نتاعهم. هكاك يبقى لنا 6 خرفان نوصلوه. هات نحل هبط.
هاي يا شيخ اختار علوش تلعب فري فاير؟ البارح لعبت فري فاير؟ جمعت التوكن؟ التوكن هذي انت الحدث جمعت منه ولا؟ بابا عليك يا بابا. عندي جواب. انا هو هذا يعطيه هذي ترى. سيدي عيدكم مبروك. وسنين دائما. عيد اضحى مبارك مع فري فاير. سو شباب هكا وصلنا الاربع خرفان مازالوا ستة خرفان باش نوصلوهم. يلا نتحركوا. خويا ملا شيلي يا صاحبي ملا سخانه يا خويا. هاي يا شباب وصلنا توا للعائله الخامسه. هاي حاجه. اختار اللي تحب. هاي شوف. راح. انا. هذا. سنين ديم هاي. هاي ان شاء الله عيدكم مبروك. هاي شباب تو وصلنا وزعنا نصف الاضاحي تبقى النصف الاخر. كما تعرفوا شباب اليوم نهار الوقفه يعني نصوروا قبل بنهار من العيد يعني غدوه الحي الفيديو هذا تشوفوه ان شاء الله على قناتي بي ان ال تي في. فمازالوا خمس عائلات اخرين مش نتحركوا لهم تو خليكم معنا لنهايه الفيديو. انا شباب تو في منطقه بعيده على سنتر فيل تقريبا حكايه 7 كيلومتر. فان شاء الله نوصلوا سلامات للعائله هذيا ونفرحوهم ونوصلوا لهم اي الخروف نتاعهم. شباب وصلنا كما قلت لكم بلاصه بعيده شويه على سنتر فيل. هذه العائله رقم 6 والشاحنه نتاعنا تاخرت شويه لمحالها ما هي وصلت في الاخر. اي مزيان جيت اختار علوش. هاي جاي بسم الله. اجا بجنبي من هنا. اي جاي برف دار اي سمي ما تخافش تخافش ما تخافش. اوبا شاي انا ولي عايش بك. شباب توا وصلنا للعائلة السابعة. خلينا نمشي ونكملوا مازالونا هذا وثلاثة وحيد اخرين. هاي تختار علوش ولا اللي جي؟ الوسطاني برا مروان برا السمكة اختفنا الوسطاني. ارجع ارجع رجع ولا هيطلع بيض هيطلع بيض هيطلع بيض. اوكي هيك اللي هرب. هاي هاي عيدكم مبروك وسنين دائما. هاي بسلامة. هاي شك. هاي سكر عندك انت المشكل فوق. السلام عليكم. ويتبقوا لنا زوز مصلوم ونكملوا الرحله نتاعنا اليوم. بسم الله يا ربي. اي توا الشباب يكون وصلنا للعائله التاسعه ويبقى علوش واحد مصلوه ونكملوا. اي سيدي شو تختار صندوق باجه ولا صندوق صفاقس؟ انا والراس لك حلال ولا حلال باينه. مرحبا بسم الله. اي بابا عليك. اي اي ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير. اي شباب هذا العلوش رقم 10 وهنا نكونوا كملنا وصلنا الامانه لاصحاب الحق. هيا مروان جارية. شباب هكا نكونوا وصلنا العشر امانات لاصحابها
تنسوا تنشروا المقطع وتحطونا لايك للفيديو هذا، ونشكر شركة جارينا فري فاير على هذه المبادرة الجميلة. فرحنا برشا عائلات معاكم، حتى فكرة قديش محلية إحساس إنك تفرح شخص آخر يسرتو بأضحية في العيد. ربي يبارك لكم الأولاد، زادة أنتم اللي عاونتونا، أكثر الناس اللي ساهمت في الإنجاز هذا بجمعكم التوكن وتبرع به في لعبة فري فاير. شكرا يا شباب من القلب. انشروا المقطع كما قلت لكم، فديلوا على الخير كفاعلي. شوفكم في مقطع قادم.